مؤسسة بجريدة فاس نيوز ميديا. اليوم كنتقبلوا معنا واحد التلميذة متميزة اللي هي البنية دعاء المسموحي من تجزئة الفتح مقاطعة زواق، والمناسبة هي الفوز ديالها بالجائزة الأولى في الشعر التلاميذي باللغة الإنجليزية، كنأكد باللغة الإنجليزية، اللي تقام جهة الداخلة واد الدهب. دعاء، يمكن تقدمينا نفسك؟ السلام عليكم، الاسم ديالي دعاء المسموحي، كندرس بثانوية ابن حزم تأهيلية. اولا بغيت نشكر الجريده ديال فاس نيوز على الالتفاته ديالها والاهتمام ديالها، ومعروف عليها المصداقيه وتوصيل الخبر الحقيقي ويعني ما فيهاش الشك. انا شاركت في المسابقه ديال الشعر التلاميذي اللي تنظمت بجهه الداخله وادي الذهب في هذا الشهر هذا، وكنت فزت بالمرتبه الاولى في الشعر التلاميذي في الصنف اللغه الانجليزيه. في الاول ما كنتش باغا انني نتكلم بزاف ولا يكون اشاره بزاف للموضوع، ولكن حس في خاطري انه شفت مواقع اخباريه اخرى كتتكلم على التلميذه اللي حازت على المرتبه الثانيه على اساس انها اللي اخذت المرتبه الاولى، ورسلناهم وطلبنا بتصحيح الخطا، لكن ما كانت حتى التفاته او يعني واحد الاستجابه من طرف هاد المواقع. اذا انا جد فخوره وجد سعيده انني فزت بهاد المسابقه هذه، وجد فخورة أنني قدرت نمثل ونعلي رأس الجهة ديالي والأساتذة ديالي والمدينة ديالي فاس ووالدية والأساتذة وكاع الناس اللي كانوا وراء هذا النجاح هذا، ولله الحمد، وطبعا لهم الشكر بعد الله سبحانه وتعالى. أنا أيضا كنشط في مجالات أخرى بحكم أنني تلميذة في شعبة علمية، كنشط في جانب هذا الشيء، كنشط في الجمعيه ديال جمعيه الشطاط الصغار الاي بي دي اف. حنا عندنا بزاف ديال المسابقات اللي كنشاركوا فيهم، ما بينها مسابقات وطنيه ودوليه. شاركنا العام اللي فات انا وصديقتين ديالي مريم ونسرين في مسابقه اللي كانت على المستوى ديال الجهه، وربحنا فيها ومشينا مثلنا المغرب في تولوز في اكسبو سيونس اوكسيتاني 2018. ايضا حنا ان شاء الله غادي نكونوا المستضيفين ديال الدوره الرابعه ديال برينتون دي سيونس الشهر هذا، الشهر هذا ان شاء الله بعد اسبوعين، وغادي يكون عندنا وفود ان شاء الله من خارج المغرب وداخل المغرب ومن اوروبا بالخصوص. وايضا شاركت في مسابقه اخرى اسمها غوفر ديال الفولغاريزاسيون سيانتيفيك، وكنا خدينا لو بري ديال لي باي فرانكوفون، خدينا بري دو بوبليك وخدينا التروفي دور ديال فيليكس بالتي. انا جيت سعيده انه عندنا امكانيات في المدينه ديالنا اللي كتخلينا نبينوا المهارات ديالنا والمواهب ديالنا، واللي كتخلينا ان شاء الله نخرجوا الطاقات اللي عندنا، وفي عوض ما اننا نمشيو للطريق اللي هي ما مزياناش كنمشيو في حوايج اللي غادي تفيدنا واللي تفيد البلاد ديالنا. كنتمنى انه كاع الناس اللي تيشوفوا دابا ولادهم يشجعوهم يمشيو يشاركوا في مسابقات بحال هكذا ويتبعوا الاحلام ديالهم. وما كايناش غير القرايه، كاينين بزاف د الحوايج ولله الحمد، وكاينين الناس اللي تقدر تدعمنا وتخلينا نمشيو بعيد ان شاء الله. واكيد الحلم ديالك عمرك ما تخليه يموت، تبعوا ان شاء الله غادي توصل. فانا شخصيا ولله الحمد واعوذ بالله من قولتي، انا كنت دائما كنحلم انني نكون نشيطه في جمعيات علميه وايضا في المجال الادبي، لانه رغم انني اخترت شعبه العلوم كنت دائما احب واميل الى الادب العربي والانجليزي، ولله الحمد وفقني الله واخيرا درت شي حاجه اللي انا باغيها. وشكرا. واحد السؤال من فضلك، شنو الحاجه اللي لفتتك للادب الانجليزي وخصوصا الشعر الانجليزي؟ انا شخصيا الاب ديالي والخاله ديالي هما القدوه ديالي. الخاله ديالي كانت مضيفه الطيران والان كتدرس مضيفه الطيران في السعوديه، وهي جد عندها مستوى رائع جدا في الانجليزيه، وايضا الاب ديالي اللي كان داير الادب الانجليزي، وهما بجوج بالنسبه لي قدوه. فانا من صغري وانا كنشوفهم تيهضروا بالانجليزيه مع بعضهم ومع ناس اخرين، وكنت كنتمنى حتى انا شي نهار يوصل المستوى ديالي انني نهضر بطلاقه وبدون اي مشكل. وايضا بالنسبه لي اللغه الانجليزيه هي اللغه اللي كنقدر نعبر من خلالها بدون اي مشاكل، وكنلقاها مفتاح للروح ديالي. وما عرفتش فوقاش لقيت راسي بديت كنكتب، حتى لقيت راسي كاتبه بزاف ديال الاشعار باللغه الانجليزيه. بالعوده للمسابقه ديال الشعر التلاميذي، شنو هي القصيده اللي شاركتي بها واللي فزتي بها؟ شاركت بقصيده على الحرب
وبها باش فزت هي سميتها A Farewell Song to the World. هدرت فيها على المعاناة ديال الأطفال ديال الحروب وكيفاش أنه فعلا كيحز في خاطري أنني نشوف بحال هكذا وإحنا ما تنهدروش ولا تنلتفتوا وعايشين بحال إلى ما وقعت حتى حاجة. يمكنك تعطينا شي مخططات من القصيدة؟ أكيد. A Farewell Song to the World. Fears like thunder clouds in the sky, tears fading away and eyes becoming dry. My mind got lost in the world of shame, full of blood, hate, war and crime. Kids are dying, and mothers are crying, and we sit here like everything is fine. We all know this sarcastic laugh, but we never stop to say enough. Even though we know it's rough, we push everybody to the wall, where we leave them alone to fall, becoming hopeless, dreamless, sinking in darkness. The more I know, the more I understand that life isn't a wonderland. Little children, rest in peace. You finally found the peace. هذا كان غير مقطع حيت القصيدة شوية طويلة. شكرا دعاء. ما فكرتيش على أنك مثلا تندمجي بما أنك كتكتبي تبارك الله عليك في الشعر باللغة الإنجليزية وبما أن اللغة الإنجليزية كاين عندها واحد الصدى كبير من الناحية الفنية، ما فكرتيش أنك تندمجي مع شي فرقة غنائية ولا تعطي الكلمات ديالك لشي فرقة غنائية؟ شخصيا أنا في الأول كنت كنكتب غير لنفسي، يعني فقط أفضل أنني نفهم المشاعر ديالي والأحاسيس ديالي والأفكار اللي في بالي، ولا منين كتكون كدرني شي حاجة في خاطري كنكتبها، ولكن دابا منين ربحت في المسابقة فأنا كنفكر إن شاء الله علاش لا ندمج مع فرق موسيقية ونعطي كلمات ونكتب إن شاء الله، حيت أنا كنميل للكتابة بزاف. بالعودة للأنشطة الموازية ديالك، عندك شي أنشطة أخرى كديرها من غير الأنشطة الأدبية والشعر؟ الأنشطة اللي شرت لها قبل قليل ديال البرانتون دي سيونس والجمعية اللي أنا معها اللي الاسم ديالها الـ APDF Association des Petits Débrouillards de Fès. واخا، بالنسبة لـ Petits Débrouillards de Fès، يمكنك تسري لنا أكثر توضحي لنا أكثر؟ شنو كديروا؟ شنو هما النشاطات ديالكم؟ شنو الاهتمامات؟ شنو الاهداف لي زوبجيكتيف اللي عندكم؟ اكيد حنا الجمعيه ديالنا هي جمعيه ما عندهاش هدف ربحي، انما الهدف ديالها هو انها تساعد التلاميذ وتخليهم يوصلوا الافكار ديالهم، واللي عندهم افكار اللي ممكن انها علميه واللي يمكن انها توصل بعيد وباغيين شي حد يعاونهم باش يحققوها ويوصلوا بها بعيد ويوصلوها للناس ويشرحوها للناس، او لا غير انه مثلا عندهم ميولات علميه كيجيو الجمعيه ديالنا. واكيد حنا المشاركين او الاعضاء ديال الجمعيه كيديروا يديهم ورجليهم باش يعاونونا اننا نقدروا اننا نتكلموا بطلاقه على الافكار ديالنا ونوصلوها للناس والناس تعرفنا. وما بين الانشطه اللي كنديروه هي البرانتون دي سيونس، هو النشاط الابرز عندنا حنا اللي كيكون دائما كل عام تقريبا في افريل، في شهر ابريل، كيكون فيه كيجيو عندنا وفود من الخارج خاصة من أوروبا، وكيكون وفود مغربية كيجيو من مدن أخرى، وفي أغلب الأحيان كيكونوا غير من فاس لأنه الجمعية ديالنا ما عندهاش واحد الإشعاع اللي هو كبير بزاف، يعني كنخدموا غير ما بيناتنا ومنا وإلينا وبداك الشيء اللي متوفر. وحنا أيضا كنهتموا بزاف بمسابقات اخرى من غير اللي هي عالميه ولا وطنيه. كانت واحد المسابقه مؤخرا عالميه ديال فيرست ليغو ليغ وكنا شاركنا فيها، وكانوا شاركوا فيها تلاميذ ما شاء الله باقيين صغارين 10 سنين 7 سنين، وكانوا خدموا على بروغراماسيون صايب واحد البروجي اباز دو بروغراماسيون، وكانوا مشاو به ان شاء الله مشاو به لكازا وكانوا خداو لو برومي بري في واحد الكاتيجوري وخدوا دوزيام بري في كاتيجوري اخرى. الاسم ديال الجمعيه ديالنا هو APDF Association des Petits Débrouillards de Fès. هي واحد الجمعيه اللي كتنشط في المقر ديالها هو ام ايمن، يعني هي دائما كتنشط في الاوقات الدراسيه وتابعه للاكاديميه ديال التعليم. ما بين الأنشطة ديالنا كاين أنشطة عديدة، برانتون دي سيونس، ومعانا أكيد تلاميذ ما شاء الله عليهم كينشطوا وكيشاركوا في مسابقات عالمية ومسابقات وطنية، مثل الصديقة ديالي مريم تيجان اللي هي حاليا مشاركة في مسابقة ديال ريس تو سبيس. هاد المسابقة كنظن الجميع كيعرفها، ولكن بالنسبة لي ما تعرفهاش، هي مسابقة ديال السباق نحو الفضاء. إن شاء الله كيختاروا 12 كيمشيوا لسبيس كامب في USA. الجمعيه ديالنا ما كتنشطش في اماكن اخرى كدار الشباب، انما غير في ام ايمن. وبالنسبه لام ايمن هو واحد الفضاء ديال التفتح الفني والادبي،
وايضا فيه الجمعيه ديالنا، فيه بزاف ديال الاساتذه ديال اللغات، اساتذه ديال الفنون، وقليل الناس اللي كتعرفوا. يعني كنتمنى لو ان الناس تعرفوا ممكن انها تجي وتشارك، وكاين بزاف الامكانيات وبزاف الفرص. انا ام ايمان هي ثانويه كانت في الماضي مخصصه للاناث، حاليا تبدل نعم حاليا تبدلت ما بقاتش ثانويه، انما ولا مركز ديال التفتح الفني والادبي. يعني ما بقاش تابع المندوبيه ديال وزاره أكيد. التربيه أكيد. 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 اكيد شكرا دعاء. اخر كلمه اللي تبغي توجهي خصوصا للطاقه الشابه والشباب والتلاميذ بالخصوص. بالنسبه للتلاميذ والشباب، انا كيف قلت قبل قليل، انا كنشجعكم انكم تبعوا الاحلام ديالكم، والطريق اللي خايبه ما عندكم لاش تمشيو فيها، ولله الحمد حنا عندنا بزاف ما يدار، وما عمرنا ما نفقدوا الامل، عندنا بزاف ما يدار، وان شاء الله نقدروا نمشيو بعيد ونبدلوا الاوضاع. ايضا بغيت نشكر الاستاذه ديالي الانجليزيه اللي فعلا شجعتني انني نشارك في المسابقه، رغم انني كنت متردده بزاف. وكبغيت نشجع الاطر الاداريه والاساتذه ديال المؤسسه ديالي، والمدير المؤسسه ومدير الاكاديميه والمؤطره اللي كانت معنا، المرافقه اللي كانت معنا استاذه نزهه. واكيد بغيت نشكر حتى الابوين ديالي، الام والاب ديالي، والعائله من كل قريب وبعيد، واي واحد اللي فعلا امن بالقدرات ديالي وكيحاول انه يعاون التلاميذ والشباب والقدرات والطاقات اللي عندنا انها تبان، واكيد الاصدقاء ديالي لانه فعلا كانوا كيشجعوني وكانوا دائما معايا. وشكرا.